بعد أن تم تدريب ما يقارب 200 شخص في الأردن، انتهت المرحلة الأولى من مشروع مهارات من أجل العمل في إربد. ولدعم المتدربين للحصول على تعليم ذو جودة عالية، أعلن عن بدء التدريب المهني للمستفيدين من المشروع من خلال تعزيز مهاراتهم التقنية والمهنية وزيادة فرص استيعابهم في سوق العمل، إذ من المقرر أن يقوم البرنامج على توظيف حوالي 20% من المشاركين. ويعد المشروع المنفذ بدعم من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان والأردن والعراق مبادرة أوروبية مشتركة بين جمهورية التشيك والدنمارك والاتحاد الأوروبي وإيرلندا وسويسرا. حاليا عندنا مشروع ممول من الشراكة الأوروبية للتنمية والحماية الذي يمول من عدة دول أوروبية من ضمنها تشيك، إيرلندا، سويسرا والاتحاد الأوروبي. المشروع بهدف إلى تدريب 200 شخص في المجتمعات المحلية والمجتمعات الأقل حظا بغالبية من السيدات الأردنيات والمجتمعات المستضيفة، وبعدين بعد أن نقوم بتدريب 200 شخص على المهارات الحياتية ومهارات العمل، نقوم بنقلهم بتدريبهم في مصانع تتوائم مع مناطق سكنهم وخبراتهم، ويكون التدريب في مكان العمل لصقل خبراتهم. تعلمت على الإنتاج، أنه أنا أصبحت أقدر أنتج كإمرأة أردنية أني أنتج، وأنه أنا بيطلع لي مصروف شهري، أنه بصرف على نفسي، بصرف على بيتي، وانه انا بقدر انه انا اكون شخصيه قويه، بقدر اتواصل مع الناس. استفدت منه انه خبره الخياطه، انا ما كانت معي خبره خياطه، اكتسبت مهارات الخياطه، وعن طريق هاي المهارات الخياطه اللي اكتسبتها توظفت وصار لي يعني وظيفه.